الزمالك، دي صريحة وواضحة يعني. صلاح في الأول زمالك، فبص عشان برضو ايه الكلام ده بتخيف كتير في الإعلام، ولكن برضو خلينا برضو ايه واقعيين شوية. هو الله أعلم هو ايه دلوقتي، تمام، مش مشكلتنا دي، ولكن هو الأول كان بيحب نادي الزمالك وكان بيشجع نادي الزمالك، ايه هيخفي ليه؟ بس كان زمان. مش عارف بقى هو المراحل راحت بيه لفين، زي ما راحت بيه المراحل لتطويره لنفسه. لا هو كان عادي وطبيعي يعني، هو مش من جمهور الزمالك المتعصب، هو كان بيحب النادي، تمام، خاصة ان في التوقيت ده كان علاقته كويسة بكابتن شيكابالا، وكان علاقته كويسة بعمر جابر ومحمد ابراهيم، فكانوا اقرب ناس ليه في نادي الزمالك، فكانوا ناقلين له الصورة بصورة النادي او تعاملوا معاهم مقرب يعني. فده اللي كان مخليه ان هو يبقى في افضلية لنادي الزمالك ان هو يشجع النادي. ولكن هنقول هو طبعا كان بيحب النادي الاهلي، ولكن برضه كتشجيعه كروي لا، هو كان في التوقيت ده بيحب نادي الزمالك، في توقيت معين كان حلمه يلعب للزمالك. ولكن احنا بنقول صلاح اول سنه غير تاني سنه غير تالت سنه، صلاح اختلف كتير، لان هو طبعا لعب في النادي المقاولين العرب في الفريق الاول، شارك تقريبا في ماتشين ثلاثه كده في الاول، وبعد كده نزل الناشئين، وبعد كده طلع تاني، تمام. فاكيد اكيد والطبيعي ان يكون في تغيير في العقلية. هو كان بيتعامل مع ماتش الزمالك زيه زي أي ماتش قبل كده، فكان طبيعي جدا إن هو عنده فصل، زي ما كابتن جيلاني قال صلاح عنده فصل، اللي هو أنا بحب ميسي أو بشجع ميسي، تمام، ولكن أنا دلوقتي في مرحلة ما تتطلبش الحتة العاطفية، أنا بشتغل على حاجة عايزة تنجحني. فبالتالي صلاح كان كل انتمائه لنادي المقاولين العرب، ما كانش فيه اي ردود افعال ان هو بيشجع النادي، ما كانش برضه ما كانش حاطط السبوت جامد قوي ان صلاح زملكاوي او اهلاوي، ما كانتش دي موجوده. فبالتالي كان التعامل طبيعي، ما كانش فيه اي حاجه اللي هي ممكن في الكواليس. النقطه الثانيه اللي انا بختلف فيها مع كابتن سيد ان هو ما كانش زملكاوي قوي زي كابتن سيد ما كان بيقول. انا بقول لك انا عارف كان زملكاوي قوي قوي يعني. أيوة أنا تمام قوي. انا قلت هو كان في التوقيت ده كان بيحب نادي الزمالك عشان كان في ارتباط بينه وبين لاعبين في نادي الزمالك. لا الارتباط حاجه، وعلى فكره محمد على فكره بالمناسبه كان بيحب الزمالك لما بيكسب. لا انا اقصد حاجه بالنسبه للعيبه اللي في المنتخب معاه، وقريب من الفريق من اللعيبه هنا واللعيبه هنا بصراحه يعني. ماشي احنا بس انا بتكلم ارتباط بحاجه، وان انت بتشجع نادي حاجه ثانيه. انا كنت بتكلم زمان ان هو كان في ارتباط بلاعبين معينين في نادي الزمالك كانوا اصحابه دايما بيخرجوا معاه، ما كانش قريب ليه قوي زي عمر جابر ومحمد ابراهيم وكابتن شيكابالا. شيكابالا اصلا ما كانش قريب منه. لا 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 كان بيكلمه، كان بيكلمه وكان دايما بيدعمه. ايه الموقف اصلا اللي حصل عشان يبقى شيكابالا او كابتن شيكابالا قريب منه؟ هو موقف ماتش الزمالك، محمد عمل مباراه كبيره جدا جدا جدا، كان واحد من نجوم الماتش، ماتش الزمالك، وجه كان حصل موقف من كابتن عمرو زكي، شد مع محمد او زقه أو عمل حاجه، فشيكابالا هو اللي احتوى الموضوع، وبعدين شيكابالا عمل حاجه كويسه جدا ان هو كلم صلاح في التليفون بعدها، قال له انت لعيب كويس جدا واستمر على المستوى ده تبقى في حته كويسه قوي. فمحمد شايل له الحته، الموقف ده الموقف اللي كان ما بينه وما بين شيكابالا، لكن فرق الجيل ده في حته. لا كان هو ده جيل تاني. لكن فعلا محمد ابراهيم وعمر جابر كانوا من الناس قريبين منه يعني. كان في التوقيت ده كان عمر جابر ومحمد ابراهيم قريبين جدا لكابتن شيكابالا، فكانوا بيقعدوا مع بعض بره وكده، ففي اوقات كتير كان صلاح بيروح يقعد معاهم، فده انا بقول ان هو كان في ارتباط بينهم، فلذلك هو كان بيحب النادي بسبب ارتباطه ببعض اللاعبين. تمام. ولكن هو 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 صلاح كتشجيع هو في التوقيت ده، اللي انا بتكلم فيه اللي احنا كنا يعني بنقول العرب مش كان بيحب كان بيشجع الزمالك. بص يا كابتن سيد، انا مش متذكر مثلا مره اتفرجنا على ماتش اهلي وزمالك وراح الزمالك جاب جون راح قايم مهلل، او الاهلي جاب جون راح زعلك حاجه. احنا خلينا منطقيين شويه، خلينا منطقيين. يعني ايه برضو ايه لازم نتكلم كلام برضو حته العقل تشتغل فيه شويه. فانا ايه عندي حاجه اسمها صلاح بيشجع الزمالك ولا ما بيشجعش الزمالك، سليم حاجه من الاثنين. بالظبط بالظبط. فانا لما انت محمد لو سالته السؤال ده هيرد عليك؟ انت لو كلمته هو دلوقتي مش لا مش هيرد. لا بتكلم على سيد مستحيل يرد. بتكلم على سيد بقى مش في الميديا. انا ما بتكلمش في الميديا والله. لو ممكن نفسها سالته السؤال ممكن ما يردش، هو ذكي في الكلام ده، فمش هيدي لها خبر. فبالتالي صلاح عمره ما يتسال دلوقتي. هو صلاح يا جماعه مش بيفكر في اللي احنا بنفكر فيه اصلا.